نقطة. ثالث مباريات الأمس، أولمبيك خريبكا يفوز على الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد، هي المباراة التي أقيمت بمدينة قصبة سادلة. إذا أولمبيك خريبكا يستعيد نغمة الفوز بعد خمس جولات، والفتح الرباطي يحصد الهزيمة الثالثة على التوالي. نعلق بداية على هزيمة الفتح الرباطي، يعني الهزيمة الثالثة كما ذكرت على التوالي، والرابعة إذا احتسبنا هزيمة الفريق على صعيد القاري في دوري أبطال إفريقيا في مواجهة ريال بانجول الغامبي في مباراة إياب. نعم تأهل، ولكن كانت هزيمة. وكنقول كما ولكن